يو اللي جاي مرتبه فهمت معايا فيديو اليوم غيكون سوا نبدل عاوتاني حيت ما كنجي يكون فيديو نبدلين كيما كتشوف معايا هنايا الاجواء تبدلات وهذه ما بقيتش في ديك الغرفه كنت مزيان كريس كريم وراه داك الشيء بدلنا الاجواء التقت مع شي اصدقاء معايا هذه المنطقه هذه وكيما كتشوفوا هذا السيت اب هذا الوين هادي وفي هذا الفيديو اليوم اللي غيكون السيت اب مبدل المهم غيكون فيديو على السيت اب وصافي افضل سيت اب في المغرب وداك الشيء ديالنا وهذاك حنا طبيعه الحال كاين جوين جديد وهذاك باش بلاتي بلا كتبدل بلا 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 دوار 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 جيتا دخلي 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 هضري معايا دخلي شنو عندكم هنايا بودي كنا كنصور واحد الفيديو ديال ديك افضل سيت اب في العالم وديك في المغرب وديك الشيء فهمت كيفاش ديك الاجواء وديك الشيء نايس ها ندخل التواليت بيبي تمشي للتواليت ما ديري معاك جاي ماشي ندير بها اللي هي بي سي جيمر ديالي والكونفيغوراسيون ديالو السي بي يو اللي هو اسباس 7500 كا الكارت جرافيك ولا جي بي يو اللي هي جي تي اكس 1070 اكستريم اديشن 8 جيجا كومبايت يعني دي دي ار 5 يا و لي رام 16 جيجا في الرام و 2400 في ميجا هرتز كل وحده بالنسبه للكارت مير فعني زد 170 ا برو جيمنج وبالنسبه للديسك دور فعنا واحد اس اس دي ديال 250 جيجا والاتش دي دي ديال 3 تيرا واخر حاجه اللي هي التبريد ولا فونتيلاسيون عندنا الواتر كولينغ سيستم ديال اير ماكس ولا اير نيكس ماكس المهم واحد التبريد معادي ولكن المهم كيفيه طبيعه الحال بالنسبه للكلافي عندي كولور ماستر ديفاستاتور جوج هو والسوري كيجيو كامبو في الكرتونه ديالهم يعني كيجي واحد اللي هو ميكانيك 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 بالنسبه للكرون كان فيها اف بي سي واحد الكرون كبيره طبيعه الحال على بي سي واللي هي واحد الكيو 7 65 بوص مع واحد الفي ار هنايا وداك الشيء المهم داك الشيء ديال الاتواش وهذاك مع واحد الباف اللي هو انرجي تاور سيستم المهم هو كنزيدو به المزيه والصوات وكنجيبو به الساعه وهنايا كما كتشوفوا الاور بزنس مان ديالنا هو اللي شارنا هذا الشيء كامل تبارك الله عليه الله يخلينا و البلاصه ديك كاينين بلاصه ديال الكونسولز يعني عندنا واحد سليم انتيغا مع واحد فيور اتش دي واحد التلفازه اللي عاديه دونك طبيعه الحال سامسونج والجهه الثانيه اللي فيها عاوتاني الرياضي ديالنا اولا اور بزنس مانيش لان هادشي عاوتاني طبيعه الحال عندنا بي اس 4 برو اللي كنت لاحظتوه في واحد فيديو من الفيديوهات ديالي في لاشين مع واحد سمارت تي في 2K اللي كيدير فيها حتى هو جي تي اي وداك الشيء نقوزو هاد لابتوب هذا ولا بي سي بورتابل اللي فيه واحد الاي 3 3 جينيراسيون واحد 4 جيجا في الرام المهم اللي هو غير زايد هنايا وصافي والحاجه الاخرى اللي كنت نمشي نساها هي الفيب اوبتيك واللي عندي فيه 100 ميجا ونخليكم مع التست ديالو طبيعة الحال كاميرا المان ديالنا اللي ما نساوهش اللي هو اللي صورنا هادشي وهاد العدد ديالو كيرجع لينا وداك الشيء كلشي كيبان البي سي ار لا البي سي ار هذا التلفاز المهم داك الشيء المهم الدراري كون وصلنا لاخر فيديو ونتمنى فيديو يكون عجبكم وكما كان معنا فين هو هذا اول بزنس مان ديالنا والكاميرا مان ديالنا
ونشوفكم الدراري في نيكست فيديو. بيس عليكم.